العام عمره اي الضلع المعمره ديال الضلع الكتف ديال الضلع اييه واخا مشي عند الجزار يلا غلمي وقول له عطاك سقولي عندك دير لي فيه شي تقبه ولا شي حاجه سقوليه بغيت نعمرو واخا اييه هادي تزيديها لالا وتغسليه وتمسحيه من الكبده بزاف تمسحيه وتقطيها لالا الكبده ديال الغلمي كبده ديال الغلمي اولا البقري اللي كاين وتخلطي الكلاوي ديال البقري غزلان هادوك وديري غير تقطعهم طريفات 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 صغيورين اييه فهمتي وديري لهم غير شي شويه ديال الملح ماشي بزاف شويه ديال الملح واخا اييه ودهني القلب ديال شويه ديال الزبده القلب ديال الكتف اللي مسق اللي محلو اللي غادي نعمرو اييه دهني بالزبده ودهني هذاك اييه وتخيطي ديري غير ديك العويدات العويدات ولا الخياطه اللي بغيتي واخا ولا لا وتجيبي الزعفران الحر الزعفران الحر اييه الزعفران الحر واسمه هو يا ربي تصابط اي وسكينجبير سكينجبير اييه شويه سكينجبير ماشي بزاف والزعفران وتمرمديها اييه تحطيها كلها مرمده وتجيبي طنجرتك وديري الزيت شويه ديال الزيت شويه ديال الزيت اييه وشويه ديال الزبده شويه ديال الزبده ودلي ديك الكتف مولاي فواحد الطنجره تكون كبيره على قد الكتف اييه تقطي على المهل عافية على المهل وطيب وملي تقابي تخلي ملي طيب تخليها حتى تنزل عاد جيبيها لالا دخلي تجيبي طاوتك ودخليها الفران ملي تدخليها الفران اييه جيبي شويه ديال انت هي ما حداها تتحمر وانت تدهني بالزبده وهي كندهنوا بالزبده واخا اييه لالا تاكلي فيها يومين وثلاث ايام الا كنتي اييه فضيه وتما تكنيسي بزاف الغلي اييه تخلي منها غزاله تبارك الله عليك الحاجه حفيظه هادو هما المقادير ديالنا ياك المقادير الحبيبه ديالي اييه هذه الضلعه تنديروا حنا الرباطيين تبارك الله عليك الحاجه حفيظه وانا عجبتني الطريقه كيفاش كتعاودي لينا على الوصفه كيفاش نطيبوها تبارك الله عليك يا لاله الحبيبه ديالي شكرا جزيلا لك الحاجه حفيظه مبروك بارك الله فيك وعواشر مبروكه ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والعافيه ويعطيكم ما تتمنوا تبارك الله عليك الحاجه حفيظه شكرا جزيلا لك تبارك الله عليك تصوروا معنا ربي يخليك حنا في الخدمه دائما لاله حفيظه شكرا جزيلا لك